تحياتي المصريين للاستثمار وماذا نتوقع للمصريين للاستثمار. المصريين للاستثمار بمنتهى البساطة لو جينا ناخده من البداية هنلاقيه عمل لي موجة، عمل لي التانية، عمل لي التالتة، عمل لي الرابعة، عمل لي الخامسة، وبعد كده صححنا كل هذا الصعود اللي حصل بالنسبة لي. طيب ده بالنسبة للموجة الأولانية. طيب صححتها لفين؟ صححتها لحد مستوى 78 فيبو تقريبا، كسرت مستوى 78 فيبو، يعني ان المنطقة المهمة اللي عندي منطقة 5.5 جنيه اعتقد انها مستحيلة تتكسر. ده وجهة النظر بالنسبة لي. بعد كده رحت عملت في اخر موجة بعد التصحيح، عملت موجة سعرية صاعدة اللي هي الموجة دي. فانا بالنسبة لي عملت قمة، حاليا بتوقع يحصل اي تصحيح عشان استهدف قمة جديد. طيب تصحيح للموجة دي، المفروض ان الموجة دي ممكن اصح لحد مستويات 161 فيبو، لكن احنا اكتفينا بمستويات 50 فيبو بالظبط وارتدت من الاسعار وبقوة. طيب احنا كنا بنتوقع ان الاسعار ممكن تنزل لحد مستويات 6.70 قرش اللي هي تختبر اخر قمة تشكلت هنا، وبالفعل احنا زرنا اخر قمة تشكلت عند مستويات 7 جنيه تقريبا او 6.90 قرش. حاليا احنا شايفين ايه؟ حاليا بمنتهى البساطة انا شايف ان حصل عندي شبه تصحيح مكتمل، بعد كده حصل عندي صعود، وبعد كده حصل تصحيح للصعود، واعتقد ان دي موجة سعرية لبداية دورة سعرية جديدة، واول هدف بالنسبة لي هيكون 9 جنيه. شريطة الحفاظ على المناطق دي، يعني انا عشان اقول ان السعر ده صعد لازم مناطق اللي هي 8 جنيه دي اكون مستقر فوق منها. طيب اللي بيعزز ان دي مش تصحيح ان انا ما كسرتش اخر قاع متشكل اللي هو هنا ده، فده بالنسبه لي انا شايف ان ده لو جينا نرقم انا شايف بمنتهى البساطه ان ده حصل لي اول موجه، وده الموجه الثانيه، وده ثلاثه، وهيبقى فيه انعكاس في السعر شريطه الاستمرار في الاتجاهات. ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان بمنتهى البساطه ممكن يكون ده عندي مجرد زجزاج A B C لتكملة الاتجاه الهابط، وده سيناريو مطروح مش مطروح. طيب انا بقى عايز اخر موجة دي احللها بشكل كويس اللي هي اخر موجة صاعدة دي، بحيث ان انا اشوف هل بالفعل انا على ترند صاعد ولا لا. طيب انا ممكن اروح كمان على فريم 15 دي عشان يتضح النظر اكتر. ومنتهى البساطة يعني انا شايف كمان ان احنا لو رحنا على التركيب بتاعنا انا شايف ان احنا عملنا اول موجة صححناها، عملنا الموجة الثالثة وصححناها، وعملنا الموجة الخامسة وصححناها، يعني اعتقد ان احنا على ترند صاعد، خصوصا ان احنا حافظنا على المناطق البيك فور بتاعتنا. يعني طول ما السعر فوق مستوى 7.5 جنيه انا انتظر المزيد والمزيد من الصعود من السهم ده، وانا شايف ان السهم ده المفروض يكون ليه مزيد من الصعود. اللي بيعزز ده ان انا بدأ يحصل زيادة في الزخم الشرائي، ولو رحت على فريم 4 ساعات هلاقي برضو انا عندي زيادة في الزخم الشرائي في اخر موجة. طيب انتظر ايه؟ انا عايز ردة فعل عنيفة اكثر من منطقة النطاق دي، منطقة 8 جنيه، وبعد كده اي عدد اختبار ليها بضعف هخش اشتري، لكن انا ما زلت مش هشتري من المستويات دي. لو انت معاك السهم ومشتري في مستويات 7.5 جنيه اعتقد افضل مستمر، وممكن يكون لينا ردة فعل اعنف، لكن انا شايف ان لحد الان انا ما عنديش تأكيد. انا عايز يحصل بمنتهى البساطة عشان الناس، انا عايز يحصل صعود ينزل يعيد اختبار المنطقة دي، وبالتالي استهدف الشراء، ولما ينزل يعيد المناطق دي يكون نازل بضعف مش بقوة. وبالتوفيق.